قطر والمانيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي على حسن التنسيق والتعاون لعقد وتنظيم هذا المؤتمر لتقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق وانقاذه من ويلات كارثه انسانيه وشيكه بسبب الصراع الدائر فيه. ان مصر ترتبط بعلاقات تاريخيه وجغرافيه ممتده مع السودان وتولي اهتماما خاصا لامنه واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من امن مصر القومي. كما تؤكد مصر تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنه الراهنه ولن تلو جهدا لمساعده الشعب السوداني وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياه كريمه في دوله امنه ومستقره. اذ الم مصر شعبا وحكومه ما يعانيه من ويلات الصراع الدائر فيه. وستواصل مصر جهودها ومساعيها مع كافة الأطراف لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار. ونؤكد في هذا السياق على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بدور بناء لحلحلة الأزمة وتوحيد الهدف وراء إنقاذ السودان وأبنائه من مغبة هذا الصراع وتغريب المصلحة العليا للسودان على أي مصالح ضيقة. كما نشدد على ضرورة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها. وفي إطار المسؤولية المصرية تجاه الشعب السوداني الشقيق أطلقت مصر وقطر مبادرة مشتركة تحت رعاية قادة البلدين لضمان توفير الدعم للشعب السوداني الشقيق وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إليه. سيدات والسادة، إن الصراع الدائر في السودان ينذر بحدوث كارثة إنسانية سيدفع ثمنها الشعب السوداني وشعوب دول الجوار. فاستمرار أعمال العنف لثلاثة أشهر ترتب عليها تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية ودفع بأكثر من 1.5 مليون سوداني إلى النزوح داخليا وفر 350 ألف شخص إلى دول الجوار بحثا عن ملاذ آمن، مما مثل ضغطا إضافيا عليها يتجاوز قدرتها على التحمل والاستيعاب. ولقد حرصت مصر كدولة جوار مباشر للسودان منذ اللحظة الأولى للصراع على فتح أبوابها أمام الفارين من ويلاته، ووفرت السلطات المصرية كافة الإمكانيات وبذلت جهودا مبنية لتسهيل عبورهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية والنفسية، حيث استقبلت مصر ما يربو على 250,000 سوداني، أي ما يعادل 60% من إجمالي الفارين من أعمال العنف، بالإضافة إلى 5 مليون سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة وتوفر لهم معاملة كريمة على ضوء الروابط الأسرية والاجتماعية بين شعبي البلدين. ولا يفوتني في هذا السياق الإشادة بالنموذج الذي قدمه الشعب المصري الكريم الذي بادر بفتح منازله لاستقبال أشقائه السودانيين، والمجتمع المدني الذي قدم نموذجا يحتذى في التطوع والإغاثة والعمل الإنساني. كما أعرب عن التقدير للجهود التي تطلع بها الأمم المتحدة ووكالتها المختلفة بقيادة السيد السكرتير العام لتقديم الدعم اللازم للسلطات المصرية. سيدات والسادة، إن استمرار أمد الصراع سيدفع المزيد من السودانيين للفرار إلى دول الجوار، وهو ما سيزيد من الضغوط والأعباء المفروضة عليه، ولا سيما على ضوء استضافتها بالفعل لأعداد كبيرة من الجنسيات الأخرى على أراضيها وما تعانيه بسبب نقص التمويل الإنساني الدولي وتداعيات الأزمات العالمية المتتالية وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية. ومنذ اندلاع أعمال العنف في السودان وفرت مصر وتستمر في توفير موارد ضخمة لضمان تشغيل المعابر الحدودية بشكل دائم لاستقبال الأعداد الغير المسبوقة من الفارين من الصراع وتقديم الخدمات والمساعدات الطبية والغذائية والنفسية العاجلة لهم.
وقدمت مصر نحو 300 طن من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، بالإضافة إلى تسهيل إجلاء نحو 10,000 أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. وتحرص مصر على توفير الخدمات الأساسية من الإعاشة وخدمات صحية وتعليمية لمن استقبلتهم من الأشقاء السودانيين، إذ تقدر تكلفة استضافة 250,000 سوداني حوالي 450 مليون دولار سنويا. المنصف للأعداء والمسؤوليات، تحث مصر المجتمع الدولي على ضرورة توفير المساعدات الإغاثية العاجلة للسودان، وكذلك توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم صمود المجتمعات المضيفة في دول الجوار، وتحقيق التعايش السلمي والتناغم المجتمعي فيها، وحماية هذه المجتمعات وغيرها من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاستغلال من شبكات التهريب والاتجار بالبشر والوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية. وختاما، ستواصل مصر جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، وضمان تمتعه بحياة آمنة وكريمة. ونحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتنفيذ تعهداته السابقة للسودان، وتوفير المساعدات العاجلة له لمنع وقوع كارثة إنسانية أضخم مما نشهده الآن. شكرا جزيلا.